من الأحرار والثوار الأبطال الذين حفظوا جذوة الثورة بحركتهم بصمودهم بدماء الشهداء الأبرار. تشتد الحاجة إلى التربية الشاملة والمركزة حيث لا بد من صياغة جديدة لشخصية العاملين الرسالية تبدأ بأخلاقه وسلوكه وتعامله مع المجتمع إضافة إلى عمله السياسي والحركي في واقعه وفي ساحته العملية. دعونا نتأمل قليلا في المشاهد الحية في حياتنا اليومية في ساحة العمل والثورة. كم من الانهزاميين الذين يعيشون بيننا، كم من الأشخاص الذين يسقطون أمام أقل تحد وعقبة ولا حتى تهديد، ولم يكن هناك أي تعذيب لهم أو قسرة، يتساقطون، يتراجعون، يتقهقرون، ينهزمون، ينكسرون. في المقابل مشهد يتكرر مع الرساليين في كل أدوار تاريخهم مع الإمام الكاظم عليه أفضل الصلاة والسلام في سجنه، مع محمد بن أبي عمير، مع أبنائهم والسائرين على نهجهم مجاهدي الأمة الإسلامية في مختلف بقاعها. جميع هؤلاء تتهرى أجسادهم من الضرب ولا يعترفون ولا يتقهقرون ولا يتراجعون قيد أنملة. إن قلوبهم لا تعبد إلا واحدا أحدا فردا صمدا، وما دامت قد عبدت الله سبحانه وتعالى فلن تخضع لغيره بأي حال من الأحوال. ما هو الفرق؟ وما الذي يجعل هذا الفتى اليافع صامدا تحت سياط الجلادين بينما يتساقط آخرون في عمر جده دون تعذيب؟ إنه التربية الروحية التي ينشأ على أساسها المؤمن وتسري تعاليمها في كل خلية من خلايا جسده وحركته في الحياة، فتؤثر في أخلاقه، في صموده وفي استقامته، كما تؤثر في أسلوب تعامله مع المسائل الحياتية اليومية والمشاكل والتحديات. وليس هذا أمرا جديدا، وإنما هو نهج اختطه المجاهدون السابقون الرساليون الأولون من تعرضوا لنفحات من تربية الأئمة المعصومين عليهم أفضل الصلاة والسلام، الذين سجنوا وعذبوا أشد أنواع العذابات وأهينوا، فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله، وما ضعفوا وما استكانوا. وهنا يأتي دور هذا الدعاء، الحبل المتصل بين الأرض والسماء، ليستمد قوته من قوة الله تبارك وتعالى المطلقة، وليتزود بوقود الحركة النورانية الثورية، ويرتشف من كأس التعبئة النورانية في طريق الله سبحانه وتعالى، فيمده الله بقلب صابر محتسب كزبر الحديد، لا يتراجع لا يتقهقر قيد أنملة، ويقذف الله تبارك وتعالى في قلبه العزة من عزه وكرامة من كرامته تبارك وتعالى، وليكون كمحمد بن أبي حذيفة أحد حواري وخواص الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، الذي يقذف به في السجن سنينا عديدة فلا يكاد يغير موقفه رغم الإغراء حينا والعذاب دائما. الدعاء سلاح من أسلحة النضال والمواجهة بأسلوب آخر، حيث تتجلى آثاره في معالجة المشاكل والصعوبات
التي ستلاقي الرسالة في طريق حركته، حيث يؤمن أنه مهما واجه من فتن ومن محن فإن عليه أن يصبر ويستبشر، لأنها تزيد رصيده من الحسنات والثواب الجزيل، وأنها بعين الله تبارك وتعالى. لعلنا نفهم هذا من موقف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عندما ذهب إلى الطائف، طالبا منهم الإيمان بالله ومستنجدا بهم، فلم يجد إلا الأحجار والإيذاء جوابا له، وأغري به السفهاء والصبيان حتى سالت قدماه دما. هذا نبي الأمة، الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الرسول المعلم ذهب بعد هذا المشوار المضني إلى بستان يتفيأ بظلال أشجاره ليستريح، وهنا رفع رأسه إلى السماء، إلى خالقه المعين، إلى أمله، وانسابت هذه المناجات التي تهزنا اليوم بعد 14 قرنا. قال رسول الله صلى الله عليه وآله مخاطبا الله تبارك وتعالى في مناجاته: إلهي، إلى من تكلني؟ إلى قريب يتهجمني، أم إلى بعيد ملكته أمري، أم إلى المستضعفين لي وأنت ربي ومليك أمري؟ إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي. هذا المعلم، هذا النبي الأعظم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن ثورة الدعاء هي ثورة الحبل المتصل من الأرض إلى السماء، يستمد الأحرار القوة والعزة والصبر والصمود من تلك القوة المطلقة من الله تبارك وتعالى. وهنا تأتي أهمية هذه الفعاليات وهذه الأماكن المقدسة في ثورة الدعاء. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلي يا ربي على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد.